ما بعرف ليش حاسس انك مو حابب تحكي لي شو اللي صار. حط الغراض هاي حسال براجيا وبرجع لك. براجيا هو صار له ساعة عم يحاول يحكي لي شو صار بيناتكم هديك الليلة، بس قاعد عم يحكي لي قصص غريبة ما فهمت عليه، شي عن الطقس وشي عن المطر. بدي منك انت تحكي لي شو صار معكم. بوراب انا هلا في عندي شغل كتير ضروري، خلي هو يحكي لك. ليش انت عم تتهربي كمان؟ هلا انا لو ما كان عندي طيارة ولازم لحقها على الموعد كنت عرفت خليكم تحكوا. شو كان بدك بهالرحلة؟ خليك هون مشان نحكي لك القصة بالتفصيل واتنيناتنا. شو براجيا؟ شو ما بصير كمان انه يعرف شو اللي عملته اخت خطيبته بهديك الليلة؟ ايه انا في عندي شغل ضروري بدي روح. وانا كمان بدي روح، بس حط ببالك انه وقت ارجع عارف انه بدك تحكي لي كل شيء وبدي اعرف شو اللي صار. ماشي. شو هالشغلة الضرورية اللي عند براجيا؟ بس ما تكون نفس الشغلة اللي خلتها تحكي هذا الحكي واللي زعلها لستي. أنا لازم ألحقها لشوف وين بدها تروح وأعرف مين هالشخص اللي بسببه عم تعمل كل هذا الشي فينا. شو لوين رايحة؟ مين عم يضغط عليها لتعمل هالشي؟ معقول في حدا عم يهددها؟ بس ما تكون واقعة بشي مشكلة. كل يوم عم تزيد المشكلة علي أكتر من قبل. ما بعرف شو بيكون هلأ عم يحكي له لبوراب عني. وبوراب شو معقول إلا لأختي بلبل؟ أنا لازم شوف بلبل وحاكيه قبل ما تخرب الدنيا. بس أنا ما رح أقدر أحكي له كل شي هيك فجأة. إيه لازم لاقي شي حجة. غريب، ليش اجيت على المخفر؟ بس ما يكون هذا موظف البلدية هو اللي عم يجبرها. لا، طلعت مو رايحة على المخفر، لكن لوين؟ ستي أهلين براجيا، ليكي كنت ماسكة الموبايل وبدي حاكيكي. براجيا شبك حاسستك كتير متضايقة. انتي شبك؟ خلاص بكفي شبك يا بنتي، قولي لي صاير شي معك؟ كيف بدي احكي لك يا ستي؟ كيف بدي اقول لك اني جرحت اكثر شخص اعطاني محبته وحنيته وما حرمني من شيء؟ كيف بدي اقول لك اني غلطت غلط كبير بحق ستو لابي؟ لهيك ضميتك هلا بركي بخف وجعي. شبك يا بنتي ساكته وما عم تحكي؟ لا ما في شيء ستي، يعني ممنوع ضمك بدون ما يكون في سبب. شبك اكيد مو ممنوع يا بنتي، فيك تضميني اكثر من 100 مره كمان. تعي شوفي كيف رح ضمك اقوى ضمي هلا. تعي. يا حبيبة قلبي أنا بس خفت عليكي شوي لأنك ضليتي ساكتة، حسيت كأنه صاير معك شي أو متضايقة. لا أمالي متضايقة من شي بنوب، أنا كتير مبسوطة، خليني أشوف أختي وبرجع لك. إيه بس هي هلأ مو بالبيت، اليوم سار لا أخدتها على المستشفى من الصبح. طيب بدي روح لعندها على المستشفى. إيه انتوا كلوا وتغزوا. اهلين اهلين يا ابهي، انت كمان هون؟ بس هلا من شوي راحت براجيا. عن جد؟ بدي تخبرني شو قصتكم؟ اذا اتنيناتكم اليوم جايين لهون، ليش ما اجيتوا سوا؟ رؤي بصراحة أنا ما كنت عارفان إنه براجيا بدها تجي لهون. أنا كنت مارق من برا بالصدفة، قلت لحالي بفوت بسلي. إيه شو أخباركم؟ بلبل وخالتي سارلا وأنتي كلكم مناح؟ ايه انا كنت من شوي كتير منيحة، بس وقت عم تسألني بهي الطريقة عم حس كأنه صاير شي مو منيح. لا ستي انا بس كنت عم اطمن عليكم، وبدي اسألك كمان شو صار معكم بموضوع الصالة؟ بس ما يكون صاير شي مشكلة كبيرة. اطمن يا ابني امورنا منيحة، يعني مثل ما بتعرف نحن ربحنا القضية يلي بالمحكمة، وهداك الموظف المجنون هلأ صار بالحبس، يعني ما في مشاكل. تمام، اذا مثل ما عم تقولي معناها كل اموركم إيه؟ بخير. شوفي ما في بالعادة تسأل كتير. ما في شي، بس بدي اياكي تضميني. إذا كل شي تمام وما في ولا مشكلة شاغلة باله، شو اللي عم يخلي براجيا تتصرف هيك؟ شو لوين راحت بهالسرعة؟ أنا كان لازم ضل وراها، وين بدي لاقيها هلأ؟ شو أعمل؟ حاكيها ولا أسأل عنها؟ تاكسي.
ألو، صار لي ساعة قاعدة هون على أعصابي، وينك أنت؟ أنا بس كان في عندي شوية شغل ضروري وخلصت، وهلأ بحكي لك شو صار. يا ترى مع مين عم تحكي؟ ليش كل هالقد متلبكة؟ أنا ما عم صدقك، لازم شوفك ضروري وأحكي معك عن الوضع. هلأ ما فيني، بدي روح شوف أختي بالمستشفى. إذا ما بدك تشوفيني هلأ أنا رح أغير رأيي وإنهي الاتفاق بيننا. لا لا، أنت بترجاكي لا تعملي هذا الشيء. خلص، أنت وين بدك نجتمع؟ بقهوة الدوم. طيب أنا بدي شيء نص ساعة وبكون عندك. ماشي. تاكسي تاكسي. شبك أخي؟ براجيا مو رايحة لعند بلبل، أكيد رايحة لعند حدا تاني. طيب مين هذا الشخص اللي صار عنده أهم من صحة أختها؟ بس ما يكون هو السبب اللي خلى براجيا تعمل كل هالمشاكل بالبيت. آليا؟ شو قصتك؟ وشو عم تعملي؟ انت بتعرفي كم رسالة صرت بعتلك وكم مرة اتصلت فيكي؟ ليش ما عم تردي على رسائلي وعلى اتصالاتي؟ قولي. لأنه آليا أنا بصراحة أنا مريضة. خلص انسي، أنا عندي إلك خبر كتير مهم. خبر مهم؟ لك إيه يا تنو؟ لو تعرفي حبيبتك براجيا شو عملت بالبيت؟ شو بدها تكون عملت؟ هي اللي دبرت لهم جوازتهم لأكاش وراتشنا، وحتى بدون ما تاخذ موافقة ستي. ومو بس هيك، لو تعرفي هي كمان شو قالت لها لستي قدام كل العيلة. يعني مو معقول. حلو كتير، يعني هلأ براجيا صرخت على ستو لأبهي قدام الكل؟ ايه تنو، هي هيك عملت فيها. بس في شي غريب تنو، أنا متأكدة إنه في سبب ورا هالشي. معقول يكون في شي عم بيصير وأنا ما بعرف عنه مثلاً؟ أنا بعرف ليش هيك عملت. شو؟ أنتي بتعرفي ليش عملت هيك؟ إيه آليا، قصدي هلأ إذا براجيا تجرأت وعملت هذا الشي معناها بلشت تبين على حقيقتها. بس أنا بتمنى إنه ستك هلأ تقدر تشوف هاي الحقيقة ببراجيا، وستك مو لازم بس تكرهها، لازم تطالعها من البيت. لا تنو، براجيا مو هيك. أنا قصدي كل هالشي اللي عملته لستي وكل هالحكي اللي قالت لها إياه أكيد مو طالع من قلبها. يعني ما تفهميني غلط، بس الموضوع معروف وأكيد في شي عم بيصير وكبير، وشو ما كان عم بيصير معها أنا ما رح أهدى قبل ما أعرف شو الموضوع. أنتي ليش حابة تعرفي آليا؟ شو قلتي؟ مو هيك بقصد، يعني بدي أعرف أنتي شو ناوية تعملي حتى تقدري تعرفي شو فيه. مو معقول تنو، أنتي بتعرفيني منيح، أنا ما في شي بيتخبى علي، بس هالشي تاركته لبعدين لأنه أنا هلأ حابة أحكي مع بورا. بتركيني شوي؟ طيب رح أتركك. طيب بشوفك.